الخنزير البري أو خنزير جبل أو اختصارا الحلوف، هو حيوان بري من رتبة مزدوجات الأصابع، هو سلف الخنازير المستأنسة التي تربى في المزارع والمناطق الريفية حول العالم، والتي يمكنها أن تتناسل بسهولة وأسلافها البرية. ويوجد خنزير بري في معظم دول أوروبا الوسطى وحوض البحر المتوسط بما فيها شمال إفريقيا، حيث يقطن تقريبا كل غابات المغرب في جبال الأطلس، في سلسلة جبال خمير بشمال تونس كذلك، وتقريبا كل غابات شمال الجزائر، حيث يكثر في المرتفعات الغابوية والجبلية. للخنزير البري زوج من الأنياب على كل فك، وتستخدم هذه الأنياب كوسيلة للدفاع عن النفس، وتستمر بالنمو طيلة فترة حياة الحيوان. يبلغ طول الأنياب السفلية في الذكور حوالي 20 سنتيمتر، لكن نادرا ما يظهر منها أكثر من 10 سنتيمتر خارج الفم، وقد تبلغ 30 سنتيمتر في حالات استثنائية. أما الأنياب العلوية فهي تميل نحو الأعلى عند الذكور، ويقوم الذكر على الدوام بشحذها على بعضها لإبقائها حادة عند الأطراف. وبالنسبة للإناث فأنيابها أصغر حجما وتميل قليلا نحو الأعلى لدى الإناث الأكبر سنا. الخنازير البرية هي الحافرية الوحيدة التي يعرف عنها بأنها تحفر جحورا، ويمكن تفسير ذلك على أنها الثدية الوحيدة التي لا يولد جسدها حرارة كافية لحمايتها من البرد، ولذلك عليها أن تجد وسائل أخرى لتحمي نفسها. ومن هذه الوسائل قيام الخنانيس الصغيرة بالارتجاف لتوليد حرارة في جسدها. وبحار حوصر الخنزير أو فوجئ على حين غرة، فسوف يدافع عن نفسه بشراسة خصوصا الأنثى مع صغارها، وعند الهجوم يقوم الذكر بخفض رأسه والعدو نحو الخطر، ومن ثم يرفع رأسه للأعلى لجرح خصمه بأنيابه. أما الأنثى القصيرة أو العديمة الأنياب تقوم بالهجوم فاغرة فمها ورأسها مرفوع لعض ما يهددها، ونادرا ما تكون هذه الهجومات قاتلة للإنسان إلا أنها تؤدي إلى صدمات عنيفة وفقدان للدم. للخنزير البري عدد كبير من الطوارئ التي تقتات عليها، من شاكلة البيبور التي تصطاد هذه الحيوانات في المناطق التي تشاطرها إياه. تعتبر الذئاب أيضا مفترسات رئيسية للخنزير البري في بعض المناطق، وهي غالبا ما تقتات على الخنانيس. نادرا ما تهاجم ذئاب الخنزير وجها لوجه، بل هي تفضل أن تنقض عليها من الخلف لتقوم بقضم وتمزيق عشانها، مما يفقد طريدتها حس الاتجاه ويتسبب بفقدان كثير من الدماء. وفي بعض المناطق من الاتحاد السوفيتي السابق كان قطيع واحد من الذئاب يفترس ما بين 50 و80 خنزيرا بريا في السنة، وقد ظهر في إيطاليا أنه في المناطق التي يتشاطرها النوعان أصبحت الخنازير أكثر عدائية تجاه الذئاب والكلاب المستأنسة وفقا لنسبة افتراس الأخيرة لها.